تعطيه وتحتاج إليه، وكأن سعادتك لديه، وتهزك لحظة عينيه دمع وسرور في آن. لا تسأل من أين تراه، من آدم بأبيك تراه، عش معه أرضا وحياة حبا مختلف الألوان. بالخير ومنح الرحمات ستفاجأ بصدى البركات من كل خبايا وجهات، لن تخطر لك فيه حسبات. تمام عيد أبو شندي والمرحوم علي تركي أبو شندي كفر قرع فلسطين، جزاهم الله خير الجزاء ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخير في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله، تقبل الله. الله أكبر.